اهلا وسهلا فيكم احبائي مع الشيف شادي على الطبيعه. مثل ما شايفين النار شاعله والالوان حوالي بتعقد، الاصفر والاخضر والاحمر، وسلطه فلافله حلوه ملونه مشويه اليوم، وبعدين رح ننتقل على السمكه الحاره مع الكزبره، وبالاخر نجاص مع الكراميل، او خلينا نقول شراب السكر، ما رح اعمله كثير كراميل. طيب نار شاعله يا شيف، بدنا نشوي. لكو شو عنا؟ واحد فلافله حلوه صفرة، اثنين فلافله حلوه حمراء، ثلاثه فلافله حلوه كمان خضراء، عندي البصل، عندي الطماطم بيأدي هيك. بدنا نشوي شويه ثوم، لا رح نحط فيها ثوم، ورح نحط فيها زيتون، ورح نحط فيها حبق بعدين، وشويه بقدونس بكفوا بكفوا مشويين هيك. اللي رح اعمله بس رح اجي حط عليهم هيك شويه زيت مثل ما شايفين، ورح ننتقل نحطهم على الشوايه ونرجع على المطبخ مشان نفرم الاشياء ونعملهم هيك الصلصه الحلوه اللي ما بتاخذ كمان كتير وقت. ويلا يا شيف شادي هون طعقت. انا عندي هالفليفلي والالوان حلوه وانتم حلوين والشيف شادي حلو. طيب شو فينا نعمل؟ فينا نقصهم كمان بالنص اذا بدنا، بس هيك حلوين، هيك بينشوي كلهم من برا، منقشرهم وبعدين منقطعهم. ويلا على السلطه، بلش فليفلي. كمان الباذنجان فينا نعمله بنفس الطريقه، الكوسه وكتير انواع من الخضره، بصل، وهون كمان طماطم، خلينا نبعدها شوي صغيره لانه اسهل شيء نشوي بندوره، طماطم، قوطه، بومودورو، توميتو، اللي بدكم. نرجع على المطبخ تنعمل الصلصة أو خلطة سلطة الفلافل الحلوة. يلا يا شيف شادي، أو خليها هيدي هون ورجعين. كريت، بلشنا نشوي بالطريقة، كمان طريقة حلوة. في كتار بيسلقوهم سلق، في كتار بيقطعون بيعملون سوتيه بقلب المقلي، هيدا كله فينا نعمله. اللي رح يصير هلا رح نجيب كمان هون سكين حلو كتير، سكاكين تبعولي. هون خلينا نسن السكين طريقة هيدي، ونحط بقدونس يا شيف، فيك كمان الكزبرة، اوكي هون هيك بالطريقة هيك. عندي هون شايفين هيك، شايفين هون احبائي، اوكي كيف البقدونسات. عندي اكيد الثوم، رح كمان نجيب الزيتون، وعنا كذا شغله فينا نعملها. تطلعوا ها بتاع. طيب بهالسلطه شو فينا نعمل؟ خلينا نعطي افكار بهالوقت، احلى ما نضيع وقت على الفاضي من دون ما نعطيكم معلومات كثير حلوه. طيب بهالسلطه اللي عم نعملها من الفلافل الحلوه الملون المشويه، فينا نحط فيها اي نوع من اللحومات، اي نوع من الدواجن، واي نوع كمان من الاجبان، يعني تصوروا الموتزاريلا او البروفولوني او الجورجونزولا او الروكفور، او اي نوع من الجبنه مخلوطه مع الفليفله الملونه. انا هون هيك رح ناخذ كمان من الزيتون، ما ضروري يكون الزيتون كمان نفقها، بنفقيهم وبعدين شوي صغيره بنزين فيهم كمان السلطه. طلعوا كيف؟ والتومات كلهم. وانا رح بلش يا شيف شادي، بعد شوي رح اجيب كمان من الزيتون الاخضر، وشايفين كمان عندي هالاوراق الريحان الحلوين، رح اخذ ورقه هون، اثنين ثلاثه اربع اوراق بعقدوا، رح نجي نفرمهم كلهم ناعم ناعم قد ما فيكن بهالطريقه. هون صار عندي الحبق عم يعطينا طعمه، البقدونس كمان عنده طعمة مختلفة، الثوم أكتر وأكتر، الزيتون رح يعطينا هيك هالملوحة الطيبة، وكل العالم بتحبه، يعني رح تكون سلطة بتعقد بالجنة. مثل العادة تنفرمه ناعم ناعم بدنا شوية وقت، فأنا معروف عني إني كتير سريعة. يلا وهون صاروا مفرومين ناعم ناعم، سريع جدا جدا، ويلا
تنبلش فيهم. طلعوا كيف طلعوا شو حلوين، الزيتون بقلبهم والتومات الحلوين، وعندنا البقدونس وعندنا الحبق مثل ما حكينا قبل، وهيدي هي الخلطة الحلوة يلي ناقصة بعد فينا نقول من زيت الزيتون فقط، لأنه ما رح نحط نوع زيت تاني، أكيد رح نروح على ملحات، وعندي هون كمان شوي صغيرة من الفلفل، ملعقة يا شيف شادي، نحرك بانتظار الألوان الحلوة. خلينا نروح على الجريل على الباربيكيو حتى نجيب الفلافل الحلوة أو نشوف شو صار فيهم. واو حلوين شويين لذيذين، هيدي الحمرة واو لكو كيف بلش تستوي، كمان الخضرة، كمان أنا عندي هون الصفرة، البصلة كمان، البندوراي قربناها تعقد يعني. هلا رح ضل أنا أقلبهم شي حوالي بعد شي 5 دقايق بيكونوا استويوا على الآخر، هيك منقول نحن هلطوا، منقشرن منقطعن وبقلب الصلصة. رح نشيل الفلفلة الحلوة الحمراء، وهون كمان عندنا الخضرة يا ماما، وهون كمان الصفرة أجمل وأجمل، ورح نجي على البصلة وعلى الطماطمية على معلكن مستوية كتير شوي شوي، ومنروح على المطبخ تنقشر ونقطع شغلة ولا أهيا من هيك. رح أشتغل كمان دايما على هالبلاطة الحلوة اللي أنا عندي طريقة حلوة، بس لأنه كتير سخنين اللي رح أعمله رح ألبس هيك جلافز، أنتوا فيكم تعملوا مثلي أو فيكم تنطرون حتى يبردوا ما في أي مشكلة. وبجي منقول هيدي الفلافلة هون رح نبلش نقشرها كلها سوا، كل القشر منشيله لورا، أو فينا نعمل هيك طلع شوف الطريقة الحلوة، نقشرها كلها سوا الأسود مع الأحمر، فينا أكيد نقشرهم تحت المي، وأكيد هلا رح تشوفون رح أنا أقشر قدامكم الحمراء، وبسرعة رح تشوفوا كمان الخضرة والصفرة كمان مقشرين. زيحوا كل شيء على جنب، قطعها بالنص للفلافلة. واو أكيد الميات اللي بقلبها شيلها كلها. لكن ألوان أخضر اللي هو لون البقدونس والحبق، عندنا الأصفر الفلفل الحلوة، أخضر كمان اللي صار هلأ لونه زيتي فينا نقول، اللي هني الفلفل الحلوة اللي هي خضرة صار كمان تغير لونها هلأ، طلعوا شو حلوين. منروح على البصلة قصة بالنص ومنقشرها طريقة كمان جميلة، نقشر كمان التاني دغري بتطلع لوحدها، يعني مثل كأنه صارت مسلوقة، منقطعها أول شي منشيل هيك الراس تبعولا وبقطعها، طلعوا كيف بتعقد كمان الشقفة التانية، منشيل الراس تبعولا بالنص طع هيك، صار عندنا لكن الفلافل كلهم سوا، البصل منحرك، وهيدي السلطة صارت جاهزة عندي، بس بدها الطماطم والزيتون. اللي رح نعمله رح نبلش نسكبها هون، طلعوا هالخلطة الحلوة الألوان الجميلة، الحبق وراها رائعة جدا جدا، وأهلا وسهلا فيكم، فيكم تتفضلوا على العصرونية. رح نجي على الطماطم، أول شيء الزيتون
نحط هيك كمان من الزيتون داير مدارة، نختار الزيتون الأخضر. حتى لو في بزر ما في أي مشكلة. وعنا طماطم. فيكن تقشروها وفيكن تخلوها مثل ما هي. واحدة، اثنين، وثلاثة. وها وردة الحبق الحلوة وشوي صغيرة من زيت الزيتون. وأول وصفة لليوم صارت جاهزة، هالسلطة الملونة يلي بتعقد رح حطها أنا هون هيك بطريقة كمان حلوة، رح نشيل من قدامها. ورح قلكن ما في أجمل من هالسلطة نقدمها حد السمكة الحرة، شو رأيكن؟ طيب هلا ممكن كمان ما تكون فكرة حلوة، لأنه السمكة الحرة ممكن تتاكل لوحدها مع صلصة كمان على جنب. وصفة رائعة بتجنن بتعقد، رح يبلش الشيف شادي فيها بانتظار وصفة الانجاص أو الإجاص بعدين. أهلا وسهلا فيكم جميعا على الطبيعة مع الشيف شادي. وصفة رائعة سريعة، السمكة الحرة بطرق مختلفة بتنعمل، إن كانت بنقول بطرابلس ولا بيروت ولا بإحدى الدول العربية. اليوم الشيف شادي رح يعملها بطريقة بتعقد. شو عندي؟ عندي سمك الفيليه اللؤز، يعني السيبس، يعني اللودومير. فيكم تجيبوا كمان أي نوع من فيليات السمك، شرط إنه ما يكون في حسك بقلبه. وأكيد ما بيخلى الأمر إنه نحن هون بالطبيعة إنه تكون هيك موجودة، مش موجود شيء. أوكي بلش. أول شيء فيليه موجود عند الثوم، عند البصل. رح أجي كمان هيك أشر كمان البصلة بسرعة، ورح تشوف إنه أول شغلة رح تنعمل هي رح نقلي كل شيء. من بعد ما نقلي كل شيء بدنا نجي نطحن، بس نحن ما عنا مطحنة هون. رح نجي بال، فينا نقول شو عنده الشيف شادي؟ عند المدقة. بالمدقة رح نحاول قد ما فينا نصغر الشقفات، أو نجي نحن نهرسن أو نهرس السمكة. بصل موجود، التومات موجودين. أوكي رح أجي منقول واحد. أول شي خلينا نحط الطنجرة على النار، أو النار تحتها. نروح على البصل، طلعوا كيف. رح نقص كمان هالبصل بهالطريقة كمان. وأكيد أنا عندي هالمقلي تنستعملها بعدين، لأنه بدنا نحط سنوبر على وجه السمك الحرة. رح نقليهم هون أو رح نشويهم هون من دون زيت. بيطلعوا طيبين. بصل موجود، طلعوا كيف. عندي كمان حتى لو كبار ما بعدين نحنا رح نهرسهم كلهم. عندي كمان الثوم، وأكيد الكزبرة. بعدني مغسل كمان الكزبرة بتعقد، رح كمان نحطها بالآخر، لأنه إذا حطيناها بالأول تسود كتير الكزبرة، كونه السمكة بتاخد على القليلة على القليلة بدنا نص ساعة نقلب السمك مع البصل ومع البقدونس مع البهارات مع رب الحار. رح تشوفوا كيف. زيت زيتون يا شيف شادي بقلب كمان الطنجرة بطريقة هيك. منروح منحط البصل والثوم، بصل والتومات. وخلينا ناخد فيليه السمك ونقطعهم، قطعهم كيف ما بدكم، يقطعون كبير صغير، انا ما عندي مشكله. اوكي اكيد نحن عنا يهون بلا ولا حسكه. ورح نجي نحطهم كلهم سوا بقلب الطنجرة مع بعضهم. نعلي النار، عندنا كمان أي نوع من الملاعق، بس أكيد ما تكون ملعقة من ألومنيوم أو تكون من حديد حتى ما تجرح لنا الطنجرة. ومنقلب فيهم حتى نقليهم بطريقة حلوة قبل ما نضيف لهم المواد الأخرى، يعني بدنا حوالي
الخمس دقايق بهالوقت. طيب السمكة الحرة مثل ما كمان ذكرنا بكتير من الحلقات أو كتير من الوصفات اللي عملناها من زمان، إنه فينا نقدم معها صلصة حرة، فينا نقدم معها الطحينة، فينا نقدم معها التراتور مع البندورة. التراتور يعني صلصة الطحينة اللي فيها توم بقلبها اللي فيها حامض. فينا نقدمها مع الخس ونعمل منها ساندويش بتعقد بتجنن، وساندويش السمكة الحرة من أشهر الساندويشات الموجودين بمدينة طرابلس بلبنان، فيكم كمان تجربوها. أوكي، هون هلأ اللي رح أعمله، رح نضيف من الملح، يا سلام، كزبرة، رح نضيف كمان شوية صغيرة من الكمون الحب، الفلفل الحار عندي من ورق الغار، قرفة أكيد منشيلهم بعدين، ورق الغار والقرفة حطهم هيك. رح حط حبة أو حبتين من كبش القرنفل، شرط إنه نرجع نشيلهم بعدين بس بيعطونا طعمة هائلة. ورح الشيف شادي يقطع هالكزبرة. يلا منحرك حوالي 10 دقايق ورح تشوفوا شو رح نعمل. واو. طيب السمكة الحرة فيها تكون حمرة؟ نعم، فينا ندخلها بندورة في قلبها، فينا ندخلها رب البندورة أو معجون الطماطم، كمان بتسموها الصلصة ببعض الدول العربية. أنا عندي رب الحر، رح ندخلها رب الحر بس ما رح نعملها حمرة. رب الحر تعرفوا بصيرها حرة أكثر من حمرة، يعني لونها شوي صغيرة بميل للإحمرار. لكن اللي ما كان معنا صار معنا، اللي عملته زيت زيتون، حطينا عليه دغري البصل والثوم، السمك، طفنا كمان من البهارات، حطينا الكزبرة الحب، حطينا كمان الفلفل الحار، حطيت ورق الغار، القرفة، الملحات، آخر شيء حطينا رب الحار اللي أعطاها اللون الأحمر. وراح بلش أنا بيستاري، ندقهم لكم كيف، ها بالطريقة، ولا أهين من هيك، طلعوا كيف. بعدين نرجع نشيل مثل ما قلت ورق الغار والقرفة. ومثل ما شايفين هلأ، أوكي، صرنا هون. هلأ برجع بعيد، إذا عنا مكنة كهربائية بتحطون بالمكنة الكهربائية شوي وبتطحنون. أنا رح ضف لهم هلأ من بعد ما نشفوا مزبوط، حط لهم من زيت الزيتون، يا سلام، أو شوي صغير النار يا شيف شادي. نشيل هون هيك، شو بنعمل؟ ومنبلش هلأ نعطيهم هيك، نقليهم شوي صغيرة، يعني من بعد نحنا ما جينا دقيناهم، جينا طحنناهم بس على إيدنا يعني، فيعني هيك شوية طعم زيادة. اللي رح يصير هلأ يا شيف شادي، شو بدنا نعمل؟ حطينا هون الصحن، الملعقة بقلبهم، عندي المقلي، وبدنا نجي نحمر السنوبرات. هلا في أشخاص ممكن يكونوا ما بيحبوا السنوبر، فيهم كمان يقدموها بلا سنوبر، ما في مشكلة، أوكي؟ ما عندنا أي مشكلة إنه ما تحطوا عليها مكسرات، بس إذا بدنا نحط أنا بنصح بالسنوبر، وبنصح بزيت الزيتون. في عالم بيحبوا الزبدة مثل ما بدهم. اللي رح أعمله أنا يا شيف شادي هون، عطينا السنوبرات كمان عقد. خلونا صار وقت التقديم، نجي نحنا عهل الصحن الحلو، نحط السمكة تبعيتنا. هلا كمان أكيد السمكة الحرة الكتار بيعرفوا إنه فيكن تاكلوها إن كانت سخنة أو باردة. هلا كمان بنظبطها طريقة حلوة، هتشوفوا كيف، يا سلام. هون خلصنا هيك، بانتظار السنوبرات رح أعمله أنا. رح نجيب ملعقة تاني
هنشتغل بهالطريقة هون، وهيدي ملعقة رح نعملهم كأنه هرم. هلا رح ينبسطوا كمان أحبائنا بمصر أو بالسودان هالحرم الحلو بهالطريقة هيك. رح حط الصنوبر عليه من فوق، بس قبل ما نحط الصنوبر رح اجي نجيب ورق الغار بطريقة حلوة ممتعة. طلعوا كيف هون، رح كمان حتى إذا ما كانوا كلهم مثل بعضهم معلش، بس بيعطي جمال للصحن. عندي الفلفل الحار لأنه نرجع منقول سمكة حرة، يا سلام. شوي صغيرة من الكزبرة، الكمون الحب عليها، وما بيضل غير هالسنوبرات المقليين الحلوين بس يحمروا. طلعوا كيف فينا نحطهم هيك، طلعوا شو حلوين بالشكل الجميل. خلينا هيك نشوفوا كمان الرائع. طلعوا كيف، انتبهوا لهم للسنوبرات يحمروا كلهم مثل بعضهم، مش اللي تحت يكون احمر واللي فوق يكون ابيض، حتى لو زيت زيتون. اتعقد. لكن هيدي الوصفه اللي عم تشوفوها برجع بعيد، فيكم تعملوها تبردوها وتقدموها بعد ساعتين ثلاثه لضيوفكم من دون اي مشكله، وفيكم تستعملوا اي نوع من السمك، وفيكم تعملوها بالقريدس كمان. يعني اليوم فيكم تعملوا القريدس الحر سولت اند بيبر، يعني ملح كمان وبهار، تطلع الوصفة رائعة وبتطحنون أو بتدقون مثل ما عملت بس قطعوهن قبل. وهودي السنوبرات الحلوين على الوجه، طلعوا كيف. وهودي كمان زيت الزيتون بالآخر عليهم من فوق، ياي تعقد بتجنن. رح اجي انا اخد هيك لون اخضر حلو عليها فوق، كما انه فيني اخذ كمان من الكزبره واجي احطهم عليها بهالطريقه هيك اذا حبيتوا يعني، وفيكم كمان تتركوها مثل ما هي. خلينا ناخذ بعد وحده. وانا بشكركم على متابعه هيدي الوصفه، مثل ما تابعنا كمان الوصفه اللي قبلها، ومثل ما كمان رح نرجع نتابع الوصفه يلي بعدهم. بلشت اليوم انا بسلطه الفلفل الملون، انتقلت على السمكه الحاره، وهلا رح بلش بالنجاص مع شراب السكر. اهلا وسهلا فيكم جميعا مثل العاده مع الشيف شادي بوصفه اليوم حلوه، حلوه بمعنى انه سكر وقطر ونجاص وشراب العنب وفانيلا، بتعقد. اكيد رح نجي نعمل النجاص مع شراب السكر. شو بدنا؟ بدي نجاص، عندي كمان القطر وعندي السكر، وعندنا من القرفه، وعندي من شراب العنب والفانيلا، وكمان كبش القرنفل، والطنجره جاهزه ورح ولع دغري. اللي رح يصير هو الشغله الحلوه هو موضوع الكراميل، يعني بس نكرمل السكر ولا اهم من هيك. السكر الابيض او السكر الاسمر البني بنحطه بقلب مقلي او طنجره، شغله كثير سهله لكم من دون ما نحط شيء ابدا ابدا. طلعوا كيف، ومنجي اكيد منحرك حتى يصير لونه بني، بمعنى ما لازم نتركه لوحده بدوب من تحت بيصير بني، وبنرجع بنخلط الابيض اللي بيكون من فوق مع البني. دائما لازم نحن نحرك دائما حتى كله بنفس الوقت يدوب، هيك بيطلع معنا كراميل عندنا بيعقد بجنن قبل اضافه الانجاص. هلا اكيد بدنا حوالي يعني فينا نقول بين الثلاث دقائق والاربع دقائق لازم يصير عندي الكراميل جاهز، بس انا سريع مثل البرق والكراميل صار جاهز.
والكراميل هون صار جاهز، وانا علي هلا يا شيف شادي نحط الميات على الكراميل. واو، اكيد هلا رح الكاميرا تفرجينا المي شو عمل بالكراميل. طلعوا المي شو بيعمل، بيرجع بيدوب لي اياهم كلهم سوا، يعني بيرجع كمان السكر. يا سلام، بيصير قصدي المي بتصير لونها من السكر اللي هو الكراميل. هلا يا شيف من بعد هيدي العملية الحلوة اللي عملناها، بجي أنا بجيب الانجاصات الحلوين اللي عندي، حط واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة، في يكونوا عشرة ما في مشكلة، منحرك وبجي أنا بدهم يغلوا على نار خفيفة على القليلة، على القليلة شي 20 دقيقة حتى تستوي وتهلط مزبوط هاللنجاصة. فيها تكون تفاحة أو كمان فينا نعملها بأنواع كتيرة من الفواكه وأمرار أو أيام، أو إذا بدكن فينا نستعمل المانجو والأفوكا. ما تتصوروا هالشراب السكر بس تقدم مع المانجو على الوجه أو مع الأفوكا. هون عندي شراب العنب، طريقة عندي شوي صغيرة من الفانيلا، نتفة صغيرة، قرفة، عودين من القرفة، وعندي من الكبش قرنفل، وأنا بسكر عليهم بوطي النار ومننتظر حوالي 20 دقيقة. بهالوقت اللي بتكونوا عم منتظرين فيه فيكم تحضروا اشياء تانية، فيكم تعملوا اشياء تالتة، فينا ننظف كمان الطاولة، ورجع لكم بعد هيك 20 دقيقة تنفتح مع بعضنا هالطنجرة ونشوف هالانجاصات قدي صاروا حلوين. وعشرين دقيقة صاروا مرئين تنشوف، ياي هيك كمان تنخلي الكاميرا تفرجيكم اياهم. طلعوا شو حلوين، طلعوا على الانجاص، طلعوا على الصلصة، يا سلام. طيب اللي رح اعمله رح اعمل شغلة كتير حلوة كتير حلوة حتى تشوفوها أكثر. رح ننقل هيدي هون لهون تنقدم فيها، مولع تحتها أكيد، وهون بنفس الوقت رح نحط الانجاص وحدة، يا سلام اثنين، شوف شكلهم شو حلو، خلص صاروا مستويين. أنا عم شيلهم على رواق بطريقة يضل شكلهم مثل ما هو، كمان يا شيف شادي بهالطريقة هيك. هيدي كمان أجمل وحدة رح نحطها، طلعوا كمان هلا الصلصة، وبلشوا كمان يغلوا هون القرفة، حلو هيك تكون عليهم. وهيدي هي شراب السكر مش الكراميل، صار عندنا شراب السكر المكرمل، يعني لونه اوكي مثل لون الكراميل. طلعوا جماله كيف بالطريقة الحلوة، خلي يغلي. واو، وبهيدي الطريقة يا شيف شادي منكون حضرنا اليوم للمشاهدين حلقة ممتعة سريعة حلوة. وهيك كمان إذا بقي عنا نوع من الفواكه صار لهم يومين ثلاثة، مثلا تفاح صار لهم يومين ثلاثة، إن كان أبيض أو إن كان أخضر أو إن كان أحمر، انجاص وغير من الفواكه، فينا نعمل هالوصفة الحلوة. واو، أنا هون منقدمهم بهالطريقة هيك. بلشنا يا شيف شادي بسلطة الفلافل الحلوة الملونة على الحطب، انتقلنا لوصفة كمان سريعة وحلوة، السمك الحرة يا ماما على السمك الحرة، وبالآخر الانجاص مع شراب السكر المكرمل. أنا بودعكن وعم نحضر كمان أفكار جديدة لحلقات جديد ممتعين.